أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الرسمية لمملكة البحرين عن استراتيجيتها الخمسية لفترة 2019-2023، والتي تتضمن التوسع في شبكة الناقلة وانضمام طائرات جديدة لأسطولها، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجيوسي. اليوم راح نستعرض معكم أول خطوات هذا التغيير. بث روح جديدة في الناقلة الوطنية، عنوان خريطة طريق استثنائية في تاريخ شركة طيران الخليج، وذلك مع إطلاق استراتيجية خمسية تبدأ مشوارها خلال العام الجاري 2018 ويسدل الستار عليها بحلول العام 2023. بغية ربط البحرين بالعالم أجمع عبر زيادة عدد الرحلات بأكثر من 200 رحلة أسبوعية إضافية. الهدف من تجمعنا الليلة هو الاستعراض مع المجتمع البحريني ما تنوي قيام به طيران الخليج من تطوير في عملياتها ما ينصب في أساس وجودها، وهي لخدمة البحرين والاقتصاد البحريني. بوصول الأسطول الجديد بروح الحماس الموجودة في الشركة اليوم من جميع منتسبيها، من مجلس الإدارة، من طاقم الإدارة، من العاملين في الشركة، إن شاء الله بنشوف أيام أفضل لهذه الشركة، وبتحقق الشركة وجودها مرة ثانية كشركة عالمية رائدة في مجال الطيران. وتتطلع طيران الخليج في الأشهر القادمة إلى استقبال أسطولها المرتقب المكون من 39 طائرة بوينغ وإيرباص جديدتين، ومن المرتقب أيضاً أن تنضم إلى أسطول الشركة قبل نهاية العام الجاري 7 طائرات تشمل 5 طائرات بوينغ 787 دريم لاينر وطائرتي إيرباص A320 نيو، مما سيمهد الطريق لطيران الخليج لتسجيل مزيد من النمو والتوسع. يشرفني مشاركة حيثيات التطورات الإيجابية القادمة للناقلة مع هذا الجمع الكبير من شركاء طيران الخليج. سيترك أسطولنا المرتقب بمنتجاته وخدماته الحديثة تأثيرا إيجابيا على مملكة البحرين، وسيعزز من موقعنا كالناقلة الإقليمية المفضلة في المنطقة وإحدى أجود الناقلات العالمية. إن شاء الله عندنا خطط حق 2018 بفتح 8 محطات جديدة وزيادة عدد الرحلات الموجودة حاليا في الشبكة، فإن شاء الله الطيران الخليج تتطور. تعزيز تجربة السفر والمنتجات والترويج للبحرين مع دعم البنية التحتية لصناعة الطيران والمواصلات والأعمال في المملكة، خطوط عريضة في استراتيجية حبلى بالكثير من التوسع في شبكة الناقلة الوطنية، مما سيجعل من طيران الخليج جزءا لا يتجزأ من نهضة الاقتصاد الوطني ومواصلة التحليق في سماء الريادة في صناعة الملاحة الجوية على مستوى المنطقة والعالم ككل. انضمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات مسابقة ويليام فيس التحضيرية 8 في التحكيم التجاري للدول الشرق الأوسط بمشاركة 120 طالبا وطالبة من 15 مؤسسة تعليم عالية من 10 دول، وقد شارك في المسابقة بنسختها 8 60 من المحكمين والقضاء والأكاديميين الدوليين المتخصصين، وذلك استعدادا لخوض منافسات المسابقة في الشهر المقبل بالنمسا وهونغ كونغ. وقد أكدت غرفة البحرين لتسوية المنازعات أن تنظيم المسابقة للمرة الثانية في المملكة يعكس مدى اهتمام البحرين باستقطاب مثل هذه الفعاليات الدولية التي تثري مسيرة التعليمية من خلال تبادل الخبرات والتجارب المتميزة وإكساب طلبة المهارات العملية المعززة لمعارفهم النظرية في مجال تخصصاتهم. هذه الدورة الثامنة للمسابقة التحضيرية لمسابقة ويليام في سموت، ومسابقة ويليام في سموت هي مسابقة دولية ترعاها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة بالأونسترال، وهي تقام كل سنة، والسنة هذه بتكون راح تكون في دورتها 25. احنا في البحرين هني بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الدولي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية بجامعة بيتسبرغ، تبنينا المشروع على أساس أن احنا نعطيها نسخة تحضيرية للمنطقة، بحيث أن نشجع الجامعات اللي موجودة في المنطقة في التنافس فيما بينها قبل ولوج أو دخول المسابقة الرئيسية الأم في فيينا. مسابقة ويليام فيس هاي مسابقة دولية ومعتمدة
الرقي وارتقاء بطلابنا وطالباتنا بالمنطقة صار واجب، وصرنا نحس انه كلنا لازم نشارك. احنا كمحكمين كنا بهاي المسابقة منساهم بدعمهم ومنساهم بتقييمهم بالتحضير حتى ينتقلوا للمرحلة النهائية في فيينا او بهونغ كونغ. المشاركة للفرق كانت جدا قيمة والجهد كان واضح. تنظم مملكة البحرين المؤتمر الإقليمي تحت عنوان تقويم السياسات والبيانات الضخمة، والذي يعقد تحت رعاية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. هذا وتقوم شركة الإثراء للاستشارات الإحصائية بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع الجامعة الأهلية، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مختص ومهتم في هذا المجال. ويحظى المؤتمر باهتمام لما يمثله توفير البيانات الضخمة من أهمية بالغة في ظل التوجه العالمي نحو الاعتماد الكلي عليها في شتى المجالات. أقفل المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل مزايدة على 30 رقما مميزا، وبلغ إجمالي دخل المزاد نحو 96 ألف دينار بحريني، وبلغ إجمالي عدد المزايدات أكثر من 2500 مزايدة. والجدير بالذكر أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية بلغ 1,640,000 دينار من خلال أكثر من 2,400 رقم. كما تابع المزادات الإلكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 55,000 متابع، حيث سجلت المزادات الإلكترونية أكثر من 39,000 مزايدة. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشر الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم. نبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفلت بورصتنا المحلية بارتفاع نسبته 0.67% عند مستوى 1370 نقطة، وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات وأيضا الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,126,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 428,000 دينار تم تنفيذها من خلال 104 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ونسبته 48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى إغلاقات الأسواق الخليجية التي شهدت تباين في الإغلاقات. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت انخفاضا بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية، مغلقا عند مستوى 7471 نقطة، مواصلة تراجع للجلسة الثانية مع هبوط أسهم 9 بنوك في السعودية. بورصة الكويت اليوم كانت مقفلة بسبب الاحتفالات باليوم الوطني. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.25% عند مستوى 4593 نقطة، وذلك بدعم من صعود أغلب مؤشرات البورصة. في حين أغلق سوق دبي المالي بنفس الإغلاق يوم أمس عند مستوى 3306 نقاط، بالرغم من ارتفاع سهم جي اف اتش المالية وقوة التداول عليها. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.55% مغلقا عند مستوى 4985 نقطة، مدعوما بتقدم غالبية مؤشرات البورصة العمانية.